أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الأخوة الحضور، الأخوة العلماء الذين شرفونا بهذا الحضور، سمحوا لي جمعية العميد والأخوة في العتبة المقدسة عباسية المقدسة أن أكون في هذا المكان. أولا، هذا الورقات التي بين يدي هي مجرد اعتذار لمولانا صاحب العصر والزمان عما كان في عقائدي، أنني كنت أعتقد أنه لم يولد وأنه لم يكن موجودا، وهذه الورقات هي مجرد تبرير عن موقفي له واستصغار شأني أمامه وحضوره الشريف صلوات الله عليهم. وأرجو من الله أن يعجل فرجه الشريف وأن يكحل نظرنا بنظرة منا إليه وأن يعجل فرجه، أمين. أولا أيها الأخوة، هذا البحث أقدمه بين يديكم يتكلم عن غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام وما دار حول هذه الغيبة من بعض الشبهات التي أثارها البعض واستغل ربما جهل البعض بإمام زمانه أو محبته المفرطة لإمام زمانه وأشكل عليه وجعلهم يضلون في بعض الأحيان وبعض الأفكار. بعد إذ بدء أريد أن أبين أن غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام كانت لأسباب معينة. بدأت في زمنه الشريف أن بعض الناس لم يلتزموا توصيات الأئمة وبتوجيهات الأئمة لبعض شيعتهم وبعض المحيطين بهم، الذين سببوا بسبب بشكل مباشر بغيبة الإمام عليه الصلاة والسلام. والتي قد يتساءل البعض أننا لم نكن موجودين في ذلك الزمان ولم نكن المسببين بغيبة الإمام صاحب الزمان، ولماذا الإمام إلى الآن هو غائب مع أن هؤلاء الناس الذين سببوا بغيبة الإمام اضمحلوا واختفوا ولم يصيروا بالوجود إلى الآن. فأقول وباختصار، لفت نظري أحد القصص التي رواها بعض علمائنا عن موضوع الغيبة، أن هناك مدينة تعيش في ظلام دامس ويكثر فيها التصادم والفوضى بسبب الظلمة، وكان حاكم المدينة رجلا حكيما، فاكتشف للناس مصباحا يضيء المدينة بأكملها، فوضع المصباح ليستضيء به الناس وينيروا دربهم، وفرح الناس. وبعد مدة قام بعض من هؤلاء الناس برمي المصباح بحجر فكسروه، ولأن حاكم المدينة محب لشعبه وضع مصباحا آخر ثم كسروه، وجعل مصباحا آخر فكسروه، حتى وضع لهم 11 مصباحا والناس تكسر المصابيح مصباحا بعد مصباح، ولم يبقى عند هذا الرجل الحكيم إلا مصباحا واحد، فماذا يفعل به؟ إن أخرجه للناس كسروه ويعيشون هم ويريهم في ظلمات إلى قيام يوم الساعة. الحكمة تقول والعقل يقول المحافظة على هذا المصباح، ويكون هذا هو عين الصواب، فعلى الحاكم أن يخفيه حتى يأتي يوم ويعي الناس أهمية هذا المصباح، حتى يستطيع الاستضاءة به والدفاع عنه وإحاطته وحمايته. وهكذا جعل الله بعد نبيه 12 إماما وهم مصابيح الدجى، لكن الناس قتلوهم واحدا بعد الآخر، فأخفى الله آخر إمام منهم حفظا له حتى يهتدي به الناس حين تتوفر الظروف لذلك، ليظهر دينه على الدين كله كما وعد ولو كره الكافرون. ثانيا،
يمكن القول أن من أسباب استمرار الغيبة تمامية الحجة على جميع البشر، ومن مضامين تمام هذه الحجة على سبيل المثال للحصر أن لا يبقى لأي أحد أن يقول لو حكمت لعدلت، أو لو طبقنا النظام الفلاني لنجحنا بنشر العدالة، وتكون النتيجة أن ييأس الناس من كل الأطروحات التي تدعي أنها أطروحات تحقق العدالة، وأيضا أن لا يبقى مؤمنا من صلب كافر، وذاك ما جاء في رواياتنا. لم يتكن الغيبة يا أخوان حكما إلهيا عبثيا والعياذ بالله، بل كانت نتيجة لاختيار الناس الذين رفضوا الاستجابة لأوامر الإلهية بقبول ما اختاره لهم، وأصروا على معصيته عز وجل، وتسببوا حرمان أنفسهم من بركات وجود الإمام فيما بينهم. ولو أنهم ارتضوا بما اختاره الله تعالى لهم وأظهروا السمع والطاعة، فإن الإمام سيظهر وسيمارث الوظائف الموكلة إليه، وسيقوم بالمواجبات الملقاة على عاتقه كما كان يقوم بواجباته في غيبته. أما ظهوره عليه السلام وهم مصممون على قتله وليس معه إلا فئة قليلة لا تستطيع الدفاع عن نفسها وتعجز عن حمل عبء المسؤولية التي يفرضها ظهوره عليه السلام، فليس فيه فائدة ولا عائدة، بل فيه الشقاء والعناء والمحنة والبلاء. إذن أيضا رابعا يجب أن نربي مجتمعنا العزيز، مجتمعنا الإسلامي بكل أطيافه وبكل فئاته، من كبيرنا إلى صغيرنا، ومن عجوزنا إلى شابنا، على أن نكون مخلصين تمام الإخلاص للإمام صاحب العصر والزمان، أن ننظر إليه على أنه حاضر بين أظهرنا، وأن نتعاطى معه على أنه موجود حاضر، نخاطبه بكل مشاكلنا وبكل ما يأتي على خاطرنا، فهو هو قائد هذه الأمة على الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرؤيته، وأن نكون من أنصاره وأتباعه إن شاء الله تعالى. أيضا هناك شبهة تطرح بين مجتمعاتنا وبين الإخوة الكرام على مسامعهم، لربما البعض يعرفها. يقول بعض، وهذا مضحك مبكي للأسف، أن من أسباب غيبة الإمام صاحب العصر والزمان أنه يتعلم علوم العصر، أن الإمام غائب لأن حين ولادته الشريفة لم يكن الإمام عليه الصلاة والسلام محيطا بتلك العلوم التكنولوجية والعصرية الموجودة الآن، فهو غائب عن أنظرنا لأنه يريد أن يتعلم هذه العلوم. وللأسف أن هذا مضحك، يعني لأن الإمام سلام الله عليه عالم معلم، الله لو أنه أراد أن يعلم شيئا لعلمه، وكيف نقبل بهذا إذ هو الذي يمسح على الرؤوس فتكتمل، هذا الإمام الذي أعطاه الله علم ما كان وعلم ما سيكون. أسأل الله عز وجل أن يعجل فرجه دائما يا أخوان. وقد وضعت في المبحث هذا بعض من علوم أهل البيت التي زادت وأفاض بها علينا، لا أطيل عليكم، أنتقل إلى المحور الآخر، وهو كيف نتعاطى مع الإمام سلام الله عليه في حال غيبته. يعني هناك كثيرا من الروايات تكلمت وتحدثت عن طريقة وآلية التعاطي مع الإمام صاحب العصر والزمان في حال غيبته، ولعل أشهر تلك الروايات حين قال عنه الإمام: وأما وجه الانتفاع الناس به في غيبتي فكالشمس إذا جللها عن الأنظار السحاب. لن أطيل عليكم. إذن وضعت بعض الأمثلة للتعاطي مع الإمام، كما شبه نفسه أنه بالشمس، فكيف نحن نتعاطى مع الإمام فهو كالشمس خلف الغيوم.
نحن الذين نحجب أنفسنا عن هذه الشمس، إذ نغلق على أنفسنا الأبواب والشبابيك فنجعل بيننا وبينه حاجزا، ومع أن الشمس خلف الغيوم ولكننا نستفيد بوجودها ودفئها ونورها. أسأل الله لي ولكم أن نستضيء بنور محمد وآل محمد على الدوام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا جزيلا.